السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة أخواتي. مرحبا بكم في قناة مع وصفات أم أحمد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ميخيونيس على فيناغريتا أو بلح البحر أو كيف ما كنقولوا في المغرب بوزروك على الطريقة الإسبانية. كنتمنى الوصفة اليوم تنال إعجابكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لطريقة التحضير كنحتاجو عندنا هنايا ميخيونيس أو بلح البحر أو لابوزرو كيف ما كنقولو له، فلفل أحمر، فلفل أخضر، بصل، ورق الرند أو لوريل، والليمون. هنا الليمون بالنسبة للناس اللي ما كيعجبهمش الخل بإمكانهم يستعملوا الليمون. وعندي كذلك الخل، زيت الزيتون والملح. أول حاجة غادي نمر باش نغسل الميخيونيس ديالي أو بلح البحر. كنحاول نحيد منه داك الشوائب او الطحالب ديال البحر كما كتشاهدوا، وكذلك المحار كيجيو لاصقين فيه داك الحلزونات صغيورين. كنقيوهم مزيان بهذا الشكل هذا. كما كتشاهدوا حاولت نخلي الفيديو بالتدقيق باش بالنسبه للمبتدئات كذلك يعرفوا. كنحيدوا منه ديك الطحالب كما كتشوفوا كتكون ماسكاها مزيان، وفي نفس الوقت كنكرطوها بهذا الشكل هذا. كنحاولوا ننظفوها بواحد السكين كما كتشاهدوا، وحنا كنغسلوا بالماء حتى كيبقى على هذا الشكل هذا ما فيه والو. كما كتشاهدوا هذه كنزولوها غير بيدنا لان كتكون يعني عض عليها المحارة وصافي، واللي كيبقى فيها كنحاولوا ننظفوها غير بواحد السكين ديك الشكل. هذه كما كتشاهدوا فيها كيجيو داك الحلزونات صغيورين لاصقين فيها، بحال هادو غير صغيورين. احيانا كيتحيدوا غير باليد، ولكن بعض الاحيان كتحيدو بالسكين بحال هذا الشكل هذا، ولكن فاصل يعني ساهلين كتحيدو دغيا. كما كتشاهدوا وغادي نستمر معكم حتى نظفهم. وهنا من بعد ما نظفت الميخيونيس ديالي انا خليتكم هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. دائما خليتكم هذه باش تشوفوها، بما انك تكون هكذا مهرسه او اللي خرجتكم تكون مفتوحه معناته انها ما كتصلحش غير صالحه للاكل، خصكم تسيبوها او ترميوها. وهنا في واحد الطنجره اول حاجه كنضيف عليها الماء البارد، ولكن تقريبا غير واحد سنتيم تقريبا، غير الماء غير شويه تحت كما كتشاهدوا. ما كنكبوش الماء بزاف كما كتشوفوا. الماء البارد كنضيفوا عليه لوريل او ورق الرند، ومن بعد كنضيفوا الميخيونيس او بلح البحر او كيف ما كنقولوا له حنا بوزروق. كما كتشوفوا من بعد ما نظفناهم مزيان كنضيفو داك الميخيونيس كاملين. كنحاولو شتو الماء كيكون تحت، يعني ما كيغطيش نهائيا الميخيونيس، كيكون غير تحت، لان باش كيعطيها غير الفابور غير داك البخار. وكنعملوها على درجة حرارة
متوسطه، يعني النار كتكون غير متوسطه، وكنغطيوها على هذا الشكل، وكنخليو داك الفتحه في الطنجره باش ما كتفتش معانا. وهنا من بعد ما كيبدا يطلع شويه البخار كما كتشاهدوا كيبدا يتفتحوا شويه بشويه، كنخليهم واحد 5 أو 6 مينوتوس، حتى 5 أو 6 دقائق، يعني ما كيتعطلوش وكيتفتحوا، غير تشوفوهم تفتحوا صافي. هما هنايا كما كتشاهدوا تفتحوا كاملين على هذا الشكل كما كتشاهدوا، هما تفتحوا صافي. كنصفيوهم داك الماء ديالهم وكنخليهم يبردوا على واحد الجانب. هنا عندي الفلفل الاحمر من بعد ما حيدت له داك الزريعه ديالو، والفلفل الاخضر كذلك، والبصل عندي هنايا واحد البول الوح او واحد الاناء. اول حاجه غادي نمر نقطع الفلفل الاحمر كما كتشاهدوا قطع صغيره غادي يكونوا على هذا الشكل هذا. حاولت نخلي الفيديو بالديتايس، يعني ما بغيتش نقطع بزاف يعني باش يجي الشرح واضح. كنقطعهم غير قطع صغيره كما كتشاهدوا بحال هكذا. غادي نستمر حتى نقطع الفلفل الاحمر. كل ما كانوا قطع صغيره كل ما احسن. هذه اكله صراحه صحيه كما كتعرفوا، فيها الفلفل الاحمر الفلفل الاخضر، يعني صحيه 100%. كما كتعرفوا الفلفل الاخضر الفلفل الاحمر فيهم فيتامينات ديالهم، وكذلك المخيونيز معروفين حتى هما بالفيتامينات ديالهم، وفي نفس الوقت صالحين بالنسبه للناس اللي عندهم نقص الحديد كما كتشاهدوا. من بعد ما قطعت الفلفل الاحمر غادي نمر باش نقطع الفلفل الاخضر كذلك بنفس الطريقه، قطع صغيره بالنسبه للكميه على حسب عدد الافراد، يعني عدد الافراد او عدد الاشخاص. اللي بغيتو تكثروا فيه او لا تنقصوا فلفل احمر او فلفل اخضر، هذا بالنسبه اختياري على حسب الكميه. وغادي نقطع الفلفل الاخضر بنفس الطريقه قطع صغيره كما كتشاهدوا، يعني سهل في التحضير ديالو وما كيطلبش وقت كثير، ومفيد بالنسبه للجسم كما قلت لكم. يعني المخيونيز صراحه مهمين بزاف من ناحيه الناس اللي عندهم نقص في الحديد، مهم بزاف. غادي نستمر حتى نقطع الفلفل الاخضر ديالي على هذا الشكل هذا قطع صغيره. ما كيتعطلوش باش كي يعني باش كنحضروهم سريعين كما شفتوا المخيونيس كيتحضروا في 5 دقائق، يعني من بعد ما كيبدا يغلي الماء 5 دقائق كنطفي عليهم، غير كيتفتحوا صافي كنطفيو عليهم. وهنايا كيستعملوه الاسبان كمقبل، يعني من الانترانتيس كما كنقولوا حنايا، يعني بحال الانسالادة في الاول ما كيستعملوها كانترانتي، كتعتبر من نوع من انواع المقبلات. هنا غادي نمر كذلك باش نقطعوا البصل ديالنا بنفس الطريقه، يعني كذلك قطع صغيره صغيره جدا تكون الاحسن. كيجيو مزيونين كيجيو لذادين صراحه، كيجيو حتى في المذاق، ولا يعني شكلا ومذاقا كيجيو مزيونين.
نفس الشكل كما كتشاهدوا بقطع صغيره. من بعد غادي المور باش نقطع البصله اخرى على نفس الشكل صافي، وكيكونوا عندها واجدين. وهنا من بعد ما قطعت يعني الخضر ديالي كما كتشاهدوا، غادي نضيف عليهم الخل وزيت الزيتون والملح كما قلت لكم، الليمون بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الخل يمكن لهم يعملوا الليمون، انا كذلك كيعجبني بالليمون وبالخل نفس الشيء، ولكن هي بما كيقولوا لا ميخيونيس انا فيناغريتا يعني كيتستعملوا بالخل. اول حاجه نضيف شويه الزيت، زيت الزيتون كما كتشاهدوا، وغادي نضيف الخل. بالنسبه للخل على حسب الكميه، اللي كيبغي الحموضه كثيره ولا كيبغي اقل، وشويه الملح. غناخدو واحد ملعقه وغادي نخلطو المكونات ديالنا مع بعضيتهم حتى ينسجم داك الخل والزيت والملح مع بعضيتهم على هذا الشكل. هذا كتجي مزيونه صراحه، كتجي رائعه. ما شاهدتو يعني سريعه وما كتعطلش بزاف و بسرعه كتوجد. صافي هنا من بعد ما وجدناها انا غنمروا المخيونيز ديالنا من بعد ما بردوا. غناخذ واحد الاناء كما كتشاهدوا وغادي نحاول نحيد النصف الثاني ديال الكسكره او ديال المحار الثاني، وغادي نخلي غير النصف اللي فيه المخيون كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا نحيد النصف ونخلي النصف الاخر. غادي نستمر حتى نحيدهم كاملين. انا بعدا كيعجبوني المخيون الصراحه، كيجي صور ديالهم مزيون، خصوصا حين عرفت بانهم صالحين يعني بالنسبه للحديد، يعني مهم بزاف اللي يعني عنده نقص في الحديد زعما صراحه كينصحوا بهم الاطباء. صافي على هذا الشكل. هذا كما قلت لكم اذا شفتوا شي محاره ما بغاتش تفتح لكم مثلا طيبتوها وما تفتحتش معناته انها ما صالحه حتى هي، واللي خرجت لكم مهرسه او خرجت لكم مفتوحه حتى هي ارميوها لان ما كتكونش صالحه كتكون فاسده. صافي هادو غادي نرميهم. وهنا غادي نمر من بعد ما جهزنا يعني في حل السلطه، هي اللي هي الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصل ومخيونيس، غادي نمر باش نعملهم بهالطريقه هذه، كنغرفهم في حل بحال مغرفات على هذا الشكل. هذا اللي بغى يعمل لهم هالطريقه هذه يعملها لهم يعني يغرفهم بداك الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصل، واللي بغى يوضعهم في الصحن يعني يستفهم داك الشكل يعني يستفهم في الصحن ويدفع عليهم بواحد الملعقه يدفع عليهم داك الخضر من فوق، كيبقى اختياري.
ناخذكم بالنسبه للكميه كتبقى اختياريه، اولا بالنسبه للطريقه توضعوها في الصحن كذلك اختياريه، كل واحد كيفاش يبغي يوضعها وعلى حسب كيفاش غادي تفرقوها في الصحون على هذا الشكل. هذا كيعطي واحد المنظر مزيون، يعني ابارتي الصابور ديالها كيكون مزيون غزال كيعطيو حتى الشكل ديالهم كيجي مزيون، كيجيو بحال الوريضه. وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نعدلهم كاملين. كما كتشاهدوا يعني طريقة سهلة وبسيطة، وكذلك يعني المكونات اللي فيه سهلة، وكذلك إذا كان عندكم الفلفل الأصفر حتى هو يمكن لكم تستعملوه. صافي غادي نستمروا نفس الشكل حتى نعمروا الصحن ديالنا، يعني كنعملوا دائرة الأولى والثانية وحنا ماشيين حتى كنعمروا الصحن ديالنا. كما قلت لكم هنا الاسبان كيستعملوها كانترانتي او لا نوع من انواع المقبلات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم او ديال الانترانتي، يعني ميخيونيس الا فيناغريتا او لا كيفما كنقولوا له حنايا بلح او لا بلح البحر او لا كيفما كنقولوا له حنايا بوزروق. كنتمنى تنال الاعجابكم وتجربوها، اكيد غادي تعجبكم. نتلقوا في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.